دكتورة هالة السعيد، يعني الاقتصاد المصري تمكن من تخطي أزمة كورونا، وفي اقتصادات كتيرة ما قدرتش تحقق معدلات النمو، باعتراف صندوق النقد وكل المؤسسات الدولية احنا الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي حقق معدلات نمو إيجابية. بتستعدوا ازاي للمرحلة الجاية لحد بقى ما موضوع الفاكسين، لحد ما الحياة تعود مرة أخرى؟ خليني اقول لحضرتك انه الحمد لله الاقتصاد المصري هو الوحيد زي ما حضرتك اتفضلتي اللي قدر يحقق معدلات نمو موجبه، ولكن اهم من انا دايما اقول معدلات نمو موجبه، انا دايما بركز على معدلات البطاله. طول ما انا عندي معدلات تشغيل اعلى طول ما كان ده اكتر حاجه بتبين ان احنا فعلا ماشيين في الاتجاه المظبوط. طبعا كان في اكتر من محور لاستراتيجيه الدوله اللي احنا لسه ماشيين عليها، ان احنا بنحافظ على صحه المواطن وهو الاولويه طبعا، واجراءات احترازيه، وفي نفس الوقت احنا عجله الاقتصاد لابد انها تستمر. فاحنا في هذا الاطار كان في ثلاث او اربع محاور اساسيه. الحاجه الاولانيه تخفيف، استمرار تخفيف العبء على القطاعات اللي توقفت، زي قطاع السياحه، قطاع الطيران، قطاع المشروعات الصغيره، سواء كان من خلال سياسه نقديه، تاجيل القروض، الاقساط، او من خلال السياسه الماليه ان احنا ايضا بنؤجل المستحقات السياديه على هذه القطاعات. الحاجه الثانيه ان احنا عندنا قطاعات، والاقتصاد المصري بينعم بهذا انه قطاعاتنا متنوعه، انا عندي سياحه وعندي زراعه وعندي صناعه وعندي اتصالات وعندي نقل ولوجستيات، فالقطاعات دي التنوع ده بيديني قدر من المرونه ان انا لو قطاعات توقفت لا ده انا في قطاعات تانية اقدر اعتمد عليها، مش بس كده ده في قطاعات مرنه. يعني مثلا القطاع الاتصالات دي كانت فرصته في ان هو بيبقى اكسلريتور وان انا اقدر اعتمد عليه بشكل اكبر، فاحنا دخلنا وضخينا استثمارات إضافية في القطاعات اللي هي لها فرصة أكبر على إن هي تشتغل، زي قطاع الاتصالات، زي قطاع الزراعة، الصحة، التعليم، دي كلها زودنا استثماراتنا تقريباً 75%، يعني قطاع الاتصالات لوحده إحنا مزودين استثمارات 300%. فده بيدي دفع في فترة الكوفيد في الفترة دي 2021. الحاجة التانية إنه إن إحنا برضو زودنا المرتبات والعلاوات والمعاشات، وادينا المنحة الرئاسية الإضافية، فكل ده بيزود لك الإنفاق الاستهلاكي. ما هو النمو بيعتمد في قدر منه على الاستثمارات وجزء منه على الإنفاق الاستهلاكي، فأنت كنت محتاجة الناس تصرف فزودتي الإنفاق الاستهلاكي. والحقيقة كل الوفر المالي ده ما كانش هيبقى موجود لو أنا ما كنتش، يعني لما أقارن نفسي ب 2016، لو أنا في 2016 كون هيبقى عندي الاحتياطي بتاعي بيغطي 3 أشهر واردات، أنا النهاردة الاحتياطي بتاعي بيغطي 7 أشهر واردات. النهارده حضرتك هتلاحظي انه دول كتير جدا كانت بتنزل، دول متقدمه، ناس تنزل الاسواق ما بتلاقيش السلع والحاجات في السوق، احنا الحمد لله السلع الاستراتيجيه كلها، كل السلع حتى استراتيجيه وغير استراتيجيه كانت متوفره، لانه السيد الرئيس ايضا وجه بان احنا السلع الاستراتيجيه تتوافر مخزون منها على الاقل 10 اشهر، فاحنا قدرنا نوفر ده، قدرنا ان احنا من خلال الوفر اللي حصل لنا في برنامج الإصلاح الاقتصادي ان احنا نعمل الدفع الاستثمارية، ان احنا نزود المرتبات، فكل ده ساعدنا على ان احنا يعني نقدر ان احنا نقلل اثار، طبعا اثار على العالم كله كبيرة جدا، اثار على الاستثمار، اثار على معدلات البطالة في العالم، اثار على معدلات الفقر في العالم، كل ده اثر على العالم كله وعلى حركة التجارة العالمية، ولكن احنا الحمد لله معدلات النمو العام الماضي احنا انتهينا تقريبا في قرب 3.6%. ايه القطاعات اللي سندتكم؟ قطاع الاتصالات، قطاع الزراعة، قطاع التشييد والبناء، قطاع النقل واللوجستيات، دي قطاعات سندت الاقتصاد المصري الفترة اللي فاتت. غيرتوا طريقة التفكير في الاقتصاد المصري، الكوفيد جاء كزلزال غير طريقة تفكيرنا في حاجات كتيرة جدا، هل الحكومة غيرت طريقة تفكيرها في الاقتصاد، اهتمت بقطاعات عن قطاعات، أولويات مختلفة؟ طبعا احنا النهاردة يعني كل الدول قعدت ترتيب أولوياتها، فبركزنا أكتر على توطين الصناعة، هتلاقي النهاردة الصناعة واخدة أولوية في خطة الدولة وفي المشروعات اللي بنعملها. النهاردة طبعا موضوع الرقمنة والتحول الرقمي أيضا والخدمات اللي بتقدم للمواطنين حصل تعجيل في هذه الخدمات. قطاع الزراعة، أمن الغذائي شيء مهم جدا، وسيد الرئيس أخذ كذا مبادرة سواء كان للمشروعات الخاصة بالزراعة وبالري الحديث بالألبان، فكل ده طبعا شيء مهم جدا، الدولة كلها بتعيد ترتيب أولوياتها عشان تقدر إن هي كل الدول الحقيقة بعد كوفيد بقت الأولويات بتاعتها بتركز على الرعاية الصحية. النهاردة المشروعات الخاصة بالرعاية الصحية، الاستثمارات اللي احنا ضخناها في قطاع الصحة، المبادرات الصحية اللي زادت، هي طب طول عمرها موجودة ودي ساهمت في طبعا
الحمايه الاجتماعيه بشكل كبير جدا، ولكن ايضا الاهتمام بالقطاع الصحي وزياده الاستثمارات والانفاق للقطاع الصحي. كل ده طبعا الدوله بتعيد ترتيب اولوياتها وفقا لما تم اثارته من كوفيد. النهارده لاول مره ايضا احنا بنعمل معايير الاستدامه البيئيه. حاجة عارفة العالم كله النهاردة بيتكلم على أهمية climate change، طبعا له أهمية من فترة، بس بعد كوفيد ولما حصل الغلق الناس حست بالهواء والجو اتنفست بشكل أفضل. لكن البعض يقول طب يا جماعة ما نبطأ بعض المشروعات قليلا، الطرق، المشروعات الكتيرة، يعني احنا شايفين المشروعات تسير بنفس الوتيرة الحقيقة، طب ما نبطأ بعض المشروعات عشان نقدر يعني يبقى عندكم فائض تصرفوه على الصحة، على التعليم، على الحاجات الكتيرة. على طيب خليني أقول لحضرتك حاجتين. الحاجة الأولانية إنه الطرق والنقل هم شريان التنمية، والحاجة الثانية إنه أنا من غير ما بعمل الاستثمار الكبير في البنية التحتية ده أنا مش بقدر أقيم خدمات بشكل جيد، لأن أنت من غير طريق جيد أنت مش عارفة تعملي مدرسة، مش عارفة تعملي مستشفى. لما بنتكلم على عدالة مكانية، وده الحقيقة ساهم، ولما هنتكلم بقى بعد كده على تأثير الاستثمارات الدولة عملتها على معدلات الفقر، كل ده ساهم فيما يطلق عليه العدالة المكانية، لأن أنا النهاردة ما بقدرش أوفر خدمات غير بشبكة طرق وشبكة بنية أساسية جيدة. أقدر أن أنا أوزع الخدمات دي على مناطق مش معرف أوصل لها. فده كله ساهم في الاستثمار الجيد في البنية التحتية اللي هو مهم. والحقيقة الصرف، ارجع تاني اللي كنت قلته من شويه، عمليه توفير فرص العمل. النهارده المشروعات القوميه استوعبت حجم كبير جدا جدا من فرص العمل، واستوعبتها وقت كوفيد. يعني احنا برضو حجم البطاله عندنا اللي حصل، الزياده البسيطه اللي حصلت في الربع الثالث ورجعت انخفضت مره اخرى، دول كتير قوي البطاله عندها ارتفعت بشكل كبير. احنا الحمد لله ارتفعت نسبيا بشكل بسيط جدا ثم عادت الانخفاض مره اخرى، لاستيعاب المشروعات القوميه لحجم العماله الكبير اللي مصر موجود عندها. طب هرجع للبطاله والفقر، لكن مؤشراتكم اتغيرت؟ يعني مؤشرات بقى العام المالي القادم ايه؟ بصي حضرتك احنا كنا قايلين انه كنا حاطين مجموعه من التوقعات، والفترات اللي دايما فيها حاله عدم اليقين انا مش عارفه، ما هو الازمه الصحيه دي ازمه بتضرب الانسانيه، بتضرب كل حاجه، قطاعات بتقفل كلي، قطاعات بتقفل جزئي، الناس بتبتدي تشتغل قدر اقل من الوقت، فمنظومه اللي هي بيبقى فيها قدر عالي من الانسرتينتي وعدم اليقين هي بتحطي توقعات قصيره المدى. خلينا الكلام بقى يعني بالعلم، اي توقعات طويله المدى تدخل فيما يطلق عليه الجستمت، التخمين العلمي. خلاص، فاحنا كنا حاطين توقعاتنا لو الأزمة استمرت لغاية شهر يونيو، كنا حاطين توقعات لسبتمبر، توقعات لديسمبر، توقعات. والحقيقة كان يعني بنقول إن هذا السيناريو المتشائم، بس الظاهر إن إحنا عايشين فيه مستمرين فيه. بس الحمد لله إحنا التوازن، توجه الدولة للتوازن بين الحالة الصحية والاستمرار على النشاط الاقتصادي، أعتقد ده يعني ساهم بقدر كبير في الحفاظ على الكيانات الاقتصادية والحفاظ على العمالة اللي عندنا. احنا كنا متوقعين ان احنا نقدر لو استمرت الازمه حتى ديسمبر ان احنا ننتهي النصف الاول من 1.5 الى 2% موجب، في حين الدول كلها بتحقق معدلات سالبه، ونهايه العام ما بين 2.5 الى 3.5 موجب ايضا. وده اللي حصل يعني احنا في نهايه لسه العام؟ لا، ما احنا بنشوف، احنا النتائج بنشوفها 90 يوم بعد الربع، فاحنا لسه الربع الاول لم يظهر بعد. الفقر لأول مرة من 20 سنة بتتراجع معدلات الفقر، ده قبل كورونا، ده طبعا حساباته قبل كورونا، في رأيك ليه؟ خليني أقول لحضرتك برضو عشان كلمة قبل كورونا، مفيش مسوح أو تقديرات علمية تؤخذ كبنش مارك أو كمرجع في أوقات الأزمات، لأن ده فترة استثنائية، فكان لابد، ده أساتذتي بقى مش أنا اللي بقول، أساتذتي في الإحصاء قرروا ان احنا نتوقف في هذه المسوح قبل كورونا عشان يبقى كلام علمي، عشان لما قارنوا بعد كده، دي سلاسل زمنيه زي ما بيقولوا كده، فترات بقارن فترات ببعض، فعشان لما بقارن لازم اقارن فترات مستقره فترات مستقره. تمام، ليه قال؟ قال لانه حصل حاجات مختلفه كتيره جدا السنتين اللي فاتوا. احنا اولا الدعم، في ترشيد في عمليه الدعم، البطاقات التموين والدعم الغذائي، في
تكافل وكرامة كجزء من الدعم، ده ساهم بشكل كبير في تقليل معدلات الفقر. الأكتر من كده الحقيقة وهو الفقر النهاردة ليس فقر دخل. الفقر النهاردة بقى يعرف على أنه فقر زي ما بيسموه كده مالتي دايمنشنال، أو فقر متعدد الأبعاد. فالخدمات الصحية رفع مستواها بيساهم في تقليل الفقر، خدمات الحصول على مياه نظيفة بيقلل الفقر، خدمات التعليم بتقلل من الفقر، كل ده الحقيقة بيساهم في التقليل معدلة الفقر. احنا حضرتك استثمرنا خلال العامين الماضيين فقط في القرى الأكثر فقرا أكثر من قرابة 15 مليار جنيه في الخدمات في هذه القرى فقط في التجمعات الريفية. ولسه السيد الرئيس وجه ان احنا كنا ناويين نخلص بس 375 قرية، قال لا تدخلوا في الألف قرية كلهم وتشتغلوا في الألف قرية كلهم. فالحكومة داخلة ومؤسسات الدولة كمان، لأن معانا مجموعة كبيرة من المؤسسات داخلة في الألف قرية كله. فده معناه ان احنا لسه مستمرين عندنا خدمات اجتماعية جديدة في طبعا، غير بقى منظومة القوافل الصحية، غير مبادرة 100 مليون صحة، غير مبادرة صحة المرأة، كل ده انعكاسه على رفع معدلات، تخفيض معدلات الفقر، رفع مستوى الخدمات عالي، فده اللي قلل مؤشرات الفقر. فالألف قرية الأكثر فقرا متخيلين انها ولا تتحسن امتى او تعملوا لها يعني؟ بصي حضرتك ان في 300 وحاجه، كنا يعني ناويين مستهدفين ان احنا ننتهي هذا العام 375. النهارده الرئيس وجه ان هم لا تدخلوا في الألف قرية مره واحده. فاحنا شغالين في هذه المنظومه، وطبعا كل مؤسسات الدوله شغاله معانا بهذا الشكل. طيب يعني من الحاجات برضو اللي الدوله حطت ايدها لمساعده الناس او انها تسند الناس، وده دور الدوله في مصر وفي العالم، لكن دور مهم جدا للدولة، هو المنحة اللي قدمت للعمالة غير المنتظمة. طبعا 500 جنيه وتقدمت مرتين، مرة 3 أشهر ودي مرة المرة التانية. لكن خط الفقر، متوسط خط الفقر طبقا لجهاز التعبئة والإحصاء 857، ليه ما رفعتوش الرقم ده؟ خليني أقول لحضرتك، المنحة هذه منحة، هي مساعدة، مساعدة للعمالة الغير منتظمة. واحنا برضو بنشتغل بشكل علمي جدا. احنا النهاردة لما جينا قررنا هذا الرقم، لان احنا الارقام عندنا بتقول انه نسب الناس اللي تعطلت خالص ما بتزيدش عن 15%، لكن الناس 15% من القوى العاملة، من القوى العاملة، من العمالة غير منتظمة، العمالة غير المنتظمة. لكن الناس ليه حجمها قد ايه يا دكتور؟ العمالة الغير منتظمة بتقدر تقريبا في حدود 11 مليون عامل من خارج المنظومة الرسمية. لكن احنا النهاردة اللي تعطل عندنا جزء من الوقت دول عملوا بأيام ساعات أقل، تقريبا حوالي 60% من العمالة الغير منتظمة، وجزء منهم عمل متقطع حوالي 25%. فده معناه ان الناس كانت بتشتغل ولكن يا اما عدد ساعات اقل يا اما ايام اقل، فهم بياخدوا قدر من الاموال ولكن فلوسهم قلت. فاحنا كان هدفنا ان احنا نوسع الشريحة على عدد اكبر، بحيث ان احنا ندي ده كنوع من المساعدة للناس، ويبقى احنا بنقدر نستوعب عدد اكبر من المواطنين. وده برضو اتضح لنا في المرة التانية، واحنا بنعمل السيد الرئيس وجه ان احنا نستكمل المنحة. فاحنا الاستمارة الجديدة اللي احنا عملناها ان احنا بنقول للناس وانتوا بتحدثوا بياناتكم، قولوا لنا اشتغلتوا ما اشتغلتوش، محتاجين تدريب، محتاجين انتوا تغيروا الشغلانة بتاعتكم. فالحقيقة ناس كتير جدا قالت ان انا اشتغلت، ناس قالت انا اتدربت، ودخل مجموعة اخرى. فاحنا كان هدفنا نوسع القاعدة بقدر الإمكان، يبقى فيها مساعدة للناس في المحافظات المختلفة. أكيد في هذا البحث عن الفقر عرفتوا أي الأقاليم أكثر فقراً عشان تقدروا تدخلوا تساعدوا وتسندوا في هذا التوقيت. طبعاً هي أقاليم الوجه القبلي، الريف الوجه القبلي، وبعدين بيقل عنها طبعاً حضر الوجه القبلي، ثم بيلي ريف الوجه البحري. طبعاً أقل جهات الفقر هم ريف حضر الوجه البحري. هتعلنوا المحافظات هتقدروا؟ احنا بننتهي النهاردة من خريطة الفقر على مستوى المحافظات، بعد في يعني مسح آخر اللي هو على مستوى التنمية الريفية الجهاز بيعمله. طبعاً الحقيقة الجهاز مركزي التعبئة العامة والإحصاء، أنا يعني بقدر الحقيقة الجهد غير طبيعي طبعاً بيتعمل من الزملاء في ظروف الحقيقة استثنائية. احنا كمان طلبنا منهم مسوح استثنائية في ظروف كوفيد، فنزلوا عملوها، بينزلوا مواقع في ظروف يعني غير يعني طبيعية، ان هم ينزلوا ويروحوا للأسر ويعملوا استقصاءات، وده جهد كبير جدا الحمد لله بيعملوه بقدر عالي جدا من النجاح. هل هنقدر نعرف حجم الناس التي وقعت في براثن الفقر في وقت الكوفيد، وقت الأزمة؟ ده مسح تاني بيتم.
ده وسح تاني بيتم. البطالة انخفضت في الربع الثالث من هذا العام، كانت ارتفعت زي ما حضرتك قلتي، طب وده شيء طبيعي، ثم انخفضت ل 7.3%. المثير بقى وانا بقرا هذه المعدلات انه لقيت اعلى نسبة بطالة في حملة الشهادات المتوسطة والجامعية وفوق الجامعية. ده مش في هذه النتيجة، طول كل عمر. النتائج طول عمر مصر كده. ازاي كده؟ البطالة المرة دي، وده حاجتين إيجابيتين جدا، إن نسبة المشاركة، مشاركة قوة العمل ارتفعت، نسبة بطالة النساء انخفضت، وده شيء جيد. الفكرة دايما، احنا دايما بنعاني في مصر من حتى مع انخفاض شديد في معدلات البطالة، إنه أعلى معدلات بطالة عندنا هي بطالة مؤهلات الحاصلين على مؤهلات جامعية. وعشان كده حك هتلاقي الدولة المصرية بدأت منذ عدة سنوات في تغيير منظومة التعليم، لأنه الفكر والمايند سيت أنا لازم أحصل على شهادة جامعية، وشهادة جامعية تقليدية، تخرج كلية التجارة، كلية الاقتصاد، كلية الآداب، اللي بقى سوق العمل واحتياجات سوق العمل ما بتحتاجش هذه التخصصات التقليدية بهذا الشكل. فحك هتلاقي الجامعات التقليدية، الجامعات العادية، توجهت إلى ما يطلق عليه الشهادات المتباينة، يعني بقى دراسات ما بين تخصص وتخصص، ما بين كلية الاقتصاد وحقوق، بطلع حاجة اسمها لو أن إيكونومكس، بطلع اقتصاد وحقوق، دراسات بينية بين الكليات. مش بس كده، أيضا عشان أخلي القطاع الفني والتكنولوجي جاذب، فأنا الدولة بدأت، الوزارة التعليم العالي عملت القانون الخاص بالكليات التكنولوجية والمجتمعية، الوزارة التربية والتعليم بتطور منظومة التعليم الفني بشكل متكامل، بحيث أن أنا النهاردة بعمل أول حاجة منظومة خاصة بالمجلس الخاص بالتعليم الفني، وبعمل اعتماد النهاردة للتعليم الفني، وبربط المدرسة، بنش المدرسة مع المصنع، بنش المدرسة مع الشركة، فأنا بتعلم وبتدرب وبضمن أن أنا عندي فرصة عمل لائقة في هذا المكان. واسم الكليات التكنولوجية أيضا بقى كلية تكنولوجية أو مجتمعية، فأنا واخد شهادة كلية، ولكن باخد شهادة ببقى داخل في سوق العمل فعلا، بدل ما أنا ببقى متخرج من مدرسة ثانوية أو حاجة زي كده. فالفكر والثقافة المجتمعية بدأت تتغير، لده إقبال شديد جدا على هذه الكليات التكنولوجية والجامعات المجتمعية والمدارس الفنية، وده الحقيقة هيقلل لي هذه النسبة، لأن ده كان مهم جدا إن إحنا نبتدي بقى نقلل أعداد الناس اللي بتخش الدراسات التقليدية وكليات التقليدية، وابتدي أتواكب مع احتياجات سوق العمل. سوق العمل يعني تشغيل، يعني قطاع خاص. تمام. القطاع الخاص هو المشغل الأساسي، ممكن الدولة تشغل بعض الشيء، لكن في النهاية القطاع الخاص. والقطاع الخاص حضرتك كنت بتتكلمي أنه في دعم للقطاع الخاص، بصراحة القطاع الخاص بيشكو من بيروقراطية، من عقبات، من أنه هو التراخيص برضو فيها مشاكل، من إحساسه أنه هو مقاول من الباطن، هو لازم يشتغل سب كونتراكتر مع الدولة بأي صفة من الدولة. هنحل المشكلة دي؟ بصي حضرتك، النهارده يعني برضو عايزه اقول انه الفتره اللي مصر مرت بيها السنين اللي فاتوا دي كانت فتره استثنائيه، ما بين بعد 2011 والتداعيات الاقتصاديه اللي حصلت، ثم برنامج اصلاح اقتصادي كان يعني بيستتبع مجموعه معينه من التوجهات. النهارده احنا بنتكلم على قانون استثمار تم تعديله، قانون افلاس وخروج من السوق، قانون الشركات، السجل الصناعي، وكل الكلام ده تم كبيئة تشريعية. احنا النهاردة بنشتغل في إطار الإصلاحات الهيكلية على تبسيط وأدلة للقطاع، والحقيقة كل القطاع الخاص كان شريك في وضع متطلباته في الإصلاحات الهيكلية، من تبسيط معين في الإجراءات، عملية الميكانة النهاردة بتاعت الجمارك، والمنظومة الخاصة بالضرائب والفاتورة الإلكترونية، كل ده الحقيقة المنظومة المميكنة هتسهل بشكل كبير جدا من كل الإجراءات اللي كان بيشتكي منها القطاع الخاص. زائد الحقيقة أرجع تاني برضو لمنظومة التدريب المهني، العمالة كانت أحد الحاجات اللي بيشكو منها القطاع الخاص، لأنه هو عايز عمالة مدربة مهنية مرخصة معتمدة، وده كله للدولة شغالة فيه. فإحنا في الإصلاحات الهيكلية القطاع الخاص كان شريك أساسي مع الدولة في وضع كل متطلباته لوجود بيئة للقطاع الخاص داعمة ومشجعة للقطاع الخاص. طب حضرتك بتكلميني على الإصلاحات الهيكلية، الناس دايما بتسمع أن صندوق النقد طالب إصلاحات هيكلية في البرنامج الأخير، يقول لك يبقى أنا هيترفع عليا أسعار شيء ما، يعني في حاجة هتغلى،
هذه الإصلاحات لا علاقة لها بأي تحرير أسعار، مفيش عبء على المواطن، الموضوع ده خلص. لا لا لا، لا يوجد إطلاقا أي عبء على المواطن من هذه الإصلاحات، بالعكس فوائد للمواطن. وخليني أقول النهاردة يعني إيه إصلاح هيكلي. يعني إحنا الاقتصاد المصري زي ما كنت بقول هو فيه مجموعة من القطاعات، ولكن يمكن الإنتاج بتاعي بيعتمد كان على قطاع الزراعة وقطاع التشييد والبناء، لأن دول وزنهم عالي في النمو. فأنا عايزة الناتج بتاعي يجي من ما يسمى الاقتصاد الحقيقي، يعني الصناعة أكتر، قطاع الاتصالات التكنولوجيا، حاجات لها قيمة مضافة عليها، الاتصالات التكنولوجيا المعلومات أكتر. فالنهاردة برضو المبادرات اللي بتتم في تدريب الناس على الابتكار وعلى الأمور الرقمية كلها، ده هيزود من دور من وزن قطاع الاتصالات. فإحنا عايزين نزود من وزن القطاعات اللي بتعتمد على الاقتصاد الحقيقي. الحاجة التانية أيضا إن أنا موارد الدولة من النقد الأجنبي دايما بيقولوا ايه كده، اللي اشتغلته بايديا من صادراتي، عايزه ازود حصه نصيب الدوله من صادرات عشان لما صدر فتبقى موارد دوله من النقد الاجنبي ما بتتعرضش لهزه او ازمات تعرض الموارد الدوله من النقد الاجنبي لاي نوع من الهزات او استثمار في ادوات دين. بالظبط كده. فانا النهارده ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني ان انا النهارده بتكلم على كفاءه مؤسسات، على اصلاح في المؤسسات الدوله. النهارده يعني دوله رئيس مجلس الوزراء والجهاز المركزي التنظيم والاداره شغالين في بعض الأمور الخاصة بتقليل الجهات التابعة للوزارات، كل وزارة تبعها 20 جهة وشغلهم متداخل، فتقليل هذه الجهات ضمها على بعضها، دمجها على بعضها، ده الإصلاح المؤسسي. 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 منظومة العمالة منظومة مهمة جدا زي ما بقول لحضرتك، وطبعا تدريب ورفع القدرات والاستثمار في العنصر البشري وبناء الإنسان ده من أولويات الدولة. صحيح المحليات هتكون مميكنة ديجيتايزد، صحيح، لأن المحليات دي كابوس في رأس الناس، إنه بروح فبلاقي مشاكل، بلاقي عقبات بيروقراطية، أحيانا فساد. يعني صحيح بتميكنوا المحليات؟ بصي حضرتك، عندنا النهاردة 250 مركز على مستوى المحليات، خدماتهم تقريبا مميكنة بالكامل لخدمات المحليات، الرخص المحلات، رخص الهدم، البنى، كل الكلام ده. وايضا وزاره الاتصالات انتهت من معانا مع البوابه الرقميه اللي هي بوابه الحكومه المصريه، بتقدري تعملي النهارده مجموعه كبيره جدا من الخدمات عن خلال هذه البوابه. كل الخدمات النهارده شغالين فيها، وزي ما بقول كوفيد خلتنا نعجل، بقت معجل للموضوع الرقمنه والخدمات. ايضا احنا طرحين العربيه المتنقله اللي هيبقى فيها مجموعه كبيره من الخدمات تبتدي تروح المناطق المزدحمة عشان نقدر نوفر على المواطن أيضا هذه الخدمات الخاصة مثلا بالتوثيق بنسق مع السيد وزير العدل، أو خدمات الشهر العقاري، لأن طبعا ده يعني توصيل خدمة للمواطن بشكل جيد مميكن، بنقلل فيها من تعامل المواطن مع مقدم الخدمة مع متلقي الخدمة، ده هدف أساسي جدا إن احنا نفصل هذا، بالإضافة إنها مربوطة كمان من منظومة الدفع والتحصيل لوزارة المالية، فحيك هتاخدي فاتورة مميكنة، كل التعامل فيها مميكن، بالبنك المركزي وزارة المالية وزعوا مجموعة كبيرة من الPOS المكن الخاص بالتحصيل الإلكتروني، فالأمور هتبقى كلها إن شاء الله يعني في شهور قليلة تبقى كلها منتهية بإذن الله. كل المحليات؟ إن شاء الله أغلب خدمات المحليات. أي وزيرة التخطيط أو وزير التخطيط عموماً بيبص على مصر منين؟ يعني تعرفي منين عندك كم مدرسة؟ تعرفي منين عندك كم مستشفى؟ تعرفي المدارس في الأماكن الصح ولا لأ؟ الحاجات دي كلها في العالم بقت ديجيتايزد، عندنا ده، عندنا فكرة ان انت الخريطة كده تبصي على مصر فتعرفي هنا في كوبري وهنا في مدرسة وهنا في كذا، عندنا ده يا دكتور؟ عندنا طبعا جهاز الإحصاء بينزل باستمرار يعمل أبديت على عندنا مصر في أرقام، فده موجود على مستوى كل محافظة. عندنا أيضا الصور الفضائية اللي احنا اشتغلنا فيها اللي هي منظومة المتغيرات المكانية مع هيئة المساحة العسكرية، دي مصورة مصر صور فضائية، الوزارات النهاردة بتحط مشروعاتها عليها، فبنقدر نشوف كل هذه الأمور. وطبعا احنا بنشوف بنقيس الخدمات وفقا لعدد المواطنين اللي احنا بنحدد النهاردة استثماراتنا على مستوى المحافظات، بنحددها بناء على الفجوات اللي موجودة، فأنا بوزع استثمارات المحافظات بناء على حجم الفجوات.
يعني المحافظات اللي فيها أكتر بطالة، اللي فيها نسب نساء ما بتشتغلش، اللي فيها أقل خدمات صحة، أقل خدمات تعليم. فتعرفي أنا أحط هنا مستشفى وأحط هنا مدرسة طبعًا. وهنا لازم مصنع عشان نشغل، يعني بتعرفي طبعا ده. طبعا عندنا. وطبعا في خرائط أيضا الهيئة العامة للتخطيط العمراني عاملاها، اللي هي فيها توزيع الخدمات على مستوى المحافظات، فالخرائط دي كلها بتتحط على بعضها، فبنقدر نشوف حتى المشروع منذ بدأ إلى أن انتهى. دكتورة هالة، يعني حياة معظمها أكاديمية، وحضرتك أساساً يعني عميدة كلية سياسة واقتصاد، أستاذة في الجامعة، يعني ومناصب أخرى كثيرة كانت تنتمي للحياة الأكاديمية. لما قفزتي إلى أرض الواقع، إلى العمل بقى، حطيتي إيدك بقى في الشغل بجد، حسيتي بفرق كبير؟ يعني هل طريقة تفكيرك اتغيرت؟ خليني اقول لحضرتك ان انا طول عمري، اولا انا طول عمرنا احنا كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه بالذات الاساتذه بتوعها قريبين من العمل العام، يعني احنا دايما مستشارين في وزارات، في هيئات، اعضاء مجالس اداره في مؤسسات عامه كثيره، في البنك المركزي، في البنوك المصريه، فطول عمرنا يعني قريبين من العمل العام بشكل كبير. وطول عمري الحقيقه، وده يعني كلام متسجل في برامج قبل كده، لما كانوا يسالوني لو كنت مكان الوزير الفلاني تقولي له ايه، اقول لا، الكلام اللي الواحد بيحطه دايما النصيحة أو التصور بيبقى زي ما بنقول كده في الاقتصاد مع ثبات الأمور الأخرى على ما هي عليه، فأنا بقول تصور مع افتراض أن كل شيء آخر ثابت، الحقيقة لا، القرار القرار حواليه متغيرات كثيرة جدا. يعني القرار الواحد بياخده بتلاقي متغيرات سياسية، متغيرات داخلية، متغيرات اجتماعية، فأنت كل قرار بيتاخد لابد أن يكون هناك مجموعة كبيرة جدا من المتغيرات. يعني أنا طبعا يعني شرفت بأن أنا أبقى أستاذة في كلية الاقتصاد، خدمت الطلبة، ودي يعني نعمة كبيرة جدا من ربنا. كل طلبتك بيحبوك على فكرة. الحمد لله. وان انا كنت عميده فخدمت اساتذتي، دي كمان يعني حاجه بشكر ربنا عليها. وان انا بعد كده بقيت يعني بخدم، يعني اخترت لشرف في وزاره مهمه زي وزاره التخطيط، فده طبعا دي يعني بشكر السيد الرئيس والحكومه المصريه، واشكر ربنا طبعا المراحل دي كلها خلتني اخدم بلدي واخدم اساتذتي واخدم الطلبه بتوعي. فيعني العيشة وسط الشباب برضو شيء جميل جدا، بتدي الواحد دايما طاقة إيجابية. استقبلت ازاي خبر فوزك بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل وزيرة عربية؟ الحقيقة يعني طبعا سعدت جدا، بشكر دولة الإمارات على هذا التقدير والتكريم، والحقيقة هو تقدير للدولة المصرية، لأنه ده إنجازات الدولة المصرية على مدى السنين اللي فاتوا، إنجازات الحكومة يعني بقيادة السيد رئيس مجلس الوزراء وكل فريق العمل في الحكومة، كلنا بنشتغل يعني على قلب رجل واحد، والحقيقة هو تقدير كبير للمرأة المصرية طبعا. ويعني الدعم السياسي الحقيقة الغير مسبوق اللي احنا يعني بنحظى به في الفترة دي، فده تقدير لكل مرأة مصرية وكل مرأة عربية، فأنا بمثل يعني أنا رمز من في الدولة يعني. بشكرك شكرا جزيلا السيدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية دكتورة هالة السعيد، وبشكركم أعزائي المشاهدين، ده كان حوارنا اللي أظن أنه مهم، كشف عن أخبار كثيرة واتكلم أيضا عن كيف تفكر الدولة في التخطيط، ليس فقط لمؤشرات اقتصادية يعني كبرى، ولكن التخطيط لواقع ومستقبل أفضل للمواطن المصري. بشكركم ونتقابل بكرة بإذن الله، وهذه لميس الحديد، تحييكم صباحا.